مرحبا، بهذا الفيديو رح نتعلم كيف نعمل محتوى سهل وببلاش لشبكات التواصل الاجتماعي. ايش هو كانفا؟ هو ويب سايت او تطبيق تليفون للتصميم، واحلى اشي فيه انه ما رح تحتاجوا اي خبرة تصميم. اول اشي بنفتح canva.com وبنشترك بالايميل، وكمان موجود للتحميل على التليفون. نصيحة مني، بلشوا على الكمبيوتر وكملوا على التليفون. هلا رح نفتح على كانفا ورح نكبس على السوشيال ميديا، وبدنا نلاقي نوع من الصور بزبط مع المكرمة. هلا الحلو بكانفا بنقدر نغير الالوان اللي هم مستعملينها، وبس نستعمل تركيبة الصور. فمثلا هون هذا اللون ما بزبط معنا، فاحنا بدنا اشي قالب عبيج. وهذا اللون نعمله ابيض، فهيك بزبط معنا 100%. حتى هذا الخط ممكن يكون بدل ما يكون اخضر يكون رمادي. هلا بنروح هون عند ابلود وبننزل صور. نروح على الصور اللي احنا نزلناهم، نفتحهم، وفي صور انا مجمعيتهم من قبل كمان رح اوريكم اياهم. فمثلاً هون بزبط نعمل صورة طولية، فنحط هيك إشي. والحلو إنه بنقدر نكبر ونصغر، نتحكم زي ما بدنا بالصور. مثلا هذا المستطيل ما حبيته بقيمه. مثلا هاي تركيبة الصورة، بستعملها دايما وقت ما بدي احط مثلا اقاويل او اشياء جمل تعني كتير للشركة، فخلص هاي بس بغير فيها الصور وبغير فيها الحكي، وبضلني استعملها كل ما بدي انزل حديث او اشي مشهور انحكى من قبل. هلا بدنا نطلع على شيء ثاني بزبط كمان مع الشركه. نحكي هاي الصوره فكمان نرجع للصور تبعونا للابلود، ونقدر نحط هاي الصوره، نقدر نلغي الكلام. فانا هلا بغير لون الفريم، وهيك صار عندي روح وحدة بين الصور. فالناس بس يتطلعوا على الشبكات التواصل الاجتماعي تبعون شركتنا، بيقولوا انه زي كأنه شركة عندها خبرة بالتصميم عاملت لنا التصاميم. هلأ بنعمل كمان بوست للصور الطولية، فنسحب وحدة من الصور، ومثلا انا ما حبيتها تكون هيك، فبرجع لورا وبطلع على elements. في هون عنا grid، يعني منستعمله ل يعملنا فريم للصورة، بيكون ما له خص بالخلفية اللي احنا بنياها. هون بحط الصورة تبعتي.
هذا حزام معمول من المكرمي، وممكن أنا هون يا بخليه نفس اللون أو بستعمل مثلا الأبيض عشان أغير وبزيد مثل هذا الإلمنت هون وبلونه نفس لون الخلفية اللي استعملناها فوق. وهيك صار عندكم صور طولية، صور مربعة، وكيف تحطوا الكتابة على الانستغرام أو الفيسبوك تبعكم. أهم إشي إنه تضلكم يكون عندكم استمرارية بالتصوير وبروح الشركة، وبس تخلصوا الصور بس تكبسوا هون وبتنزلوهم، بنزلوا عندكم على الكمبيوتر وبيضلوا مسيب على الأكاونت تبعكم كل التصاميم تبعونكم. هيك منكون تعلمنا كيف نعمل محتوى بطريقة سهلة وببلاش على canva.com. إن شاء الله تكونوا استفدتوا، بشوفكم بالفيديو اللي بعدين.